احنا كشركه بيرمنتس احنا عندنا فاسيلتيز ان احنا بنقدم في كل دور من الادوار بتاعتنا حاجه هتشد الكلاينت لينا، ان احنا الادوار كلها تبقى شغاله، مش فكره الارضي بس هو اللي يبقى شغال، لا كل الادوار. بالظبط، هو الكونسبت في حاجه ان اغلبيه العملاء هي بتيجي على الارضي وعندها كونسبت ان الارضي اكتر حاجه اوريدي بتشتغل او اكتر حاجه مثلا فيها انفستمنت كايجار او خدمه ما بعد البيع والكلام ده، بس احنا دلوقتي غيرنا الكونسبت. في نشاطات معينه بتحتاج الارضي، في نشاط معين مش هتبقى محتاجه ارضي، ممكن تحتاج دور اول، فاحنا مميزين في الماركت بالحته بتاعت كل دور بيبقى فيه حاجه. يعني مثلا الدور الثاني بتاعنا في كل المولز مثلا هتلاقي فيه سينما، هتلاقي فيه في فود كورت، هتلاقي فيه مسرح، هتلاقي فيه اوريدي شغل، بحيث ان هو المحل اللي اوريدي انت بتاخده او البراند اللي انت بتاجره اوريدي بيبقى عليه ترافيك، بيبقى عليه شغل. كمان احنا عاملين واجهه المول بتاعتنا على مدار رئيسي، فاحنا بنفتكر ان الحاجات الرئيسيه بس اللي على الواجهات الرئيسيه هي اللي اكتر ترافيك واكتر شغل. لا، احنا كمولات بيراميدز كل المولات بتاعتنا احنا عملنا فكره جديده ان احنا عاملين مش الواجهه بتاعت المول، الواجهه الثانيه بتاعت المول، الواجهه المقابله ما بتبقاش على شارع رئيسي بس بتبقى على نافوره راقصه، زي اكبر نافوره راقصه دي احنا عملناها على الواجهه الثانيه من المول بتاعتنا، فبتخلي الواجهات بتاعت المول بتاعتنا الناحيه الثانيه شغالة جدا وفيها ترافيك اكتر من المول الواجهات الرئيسية، بحيث ان ميبقاش في حاجة اسمها واجهة امامية، اصل ده خلفي، اصل ده شارع جانبي، بالعكس. المول ده احنا بنتكلم على مساحة الدور الواحد 7-3 متر، فانا عندي في الدور الارضي عملنا الاي سيتي او المدينة الثلجية، دي هتكون فيها بطاريق، وعملنا كمان فود كورت، احنا عملنا 3 فود كورت في كل دور، في كل دور عندي الدور الارضي والدور الاول والدور الثاني عاملين فيه منطقة فود كورت، بحيث ان احنا يبقى عندنا ترافيك عالي جدا في كل الادوار. الدور الاول عملنا فيه منطقه فود كورت وعملنا فيه كيدز اريا، والدور الثاني عملنا فيه فود كورت وعملنا فيها السينمات، عشان بحيث ان الدور الثاني دايما واخدين انطباع عنه ان هو مش شغال، لا الدور الثاني احنا عملنا فيه سينمات، عملنا اكبر قاعات سينما منها سينما دي بوكس واي ماكس، دي السينمات الوحيده دلوقتي في العاصمه الاداريه في المولات. فاحنا بنتكلم على مول ترفيهي، المول الترفيهي ده هيكون من اس زد ان احنا فيه شوبينج، فيه غير الشوبينج وغير الدور اللي فيه سينمات، احنا برضه مهتمين جدا الفتره دي في العاصمه الاداريه ان احنا بقى عندنا مقرات اداريه كبيره جدا يبقى ليها كل البراندات، عندنا اوريدي ادوار طبيه، يعني احنا بنعمل المول بيبقى مول خدمي كامل، غير طبعا التجاري وغير الشغل اللي بنعمله في التجاري، بيبقى عندنا بعد الادوار التجاري على طول بنبدا بالاداري نبدا بالطبي، بحيث ان احنا نبقى لامين كل النشاطات التجاريه والاداريه تبقى عندنا في مول واحد، ده برضو بيعلي من قيمه المول نفسه. ازاي مثلا اداره المول؟ اداره المول اهم من المول نفسه، ان انا اتاكد ان المول بتاعي هيشتغل بعد كده، مش جاست ان انا بس هعمله واسلمه للكلاينت، الكلاينت بعد كده هيبدا، لا انا عندي اداره المول هي اللي هتبقى مسؤوله عن كل حاجه عن المول، حتى عندي مسؤوله عن الفراندز، ايه الفراندز اللي هتكون موجوده، النشاطات اللي هتكون موجوده في المول. انا دلوقتي عندي اداره مول، لو انا رحت مثلا دلوقتي مول اكس مثلا، تمام، عايز اكبر، انا ما اعرفش مالك بس انا اعرف اداره مول، تمام، بروح اقول لهم يا جماعه انا عايز اكبر كذا كذا كذا، فبيبدا يعرض ليا تمام ايه المساحات الموجوده المتوفره في الادوار، نفس الكونسبت عندي بس